السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد اللطيف سعيد من مدونة كريزونت بشرح تاني معانا بإذن الله في شرح جديد. وإن شاء الله النهاردة هشرح طريقة إن أنت إزاي تقدر تشغل الفي بي إن على تليفون الأندرويد الخاص بك بدون اللي أنت معنى صح تحمل أي تطبيقات على الأندرويد أو تحمل أي تطبيقات تانية. طبعا في كتير قوي في كتير من الشروحات ان انت بتشوفها على اليوتيوب، ان هو حتى كمان احنا نزلنا شروحات قبل كده ان انت ازاي تقدر تحمل تطبيق خاص بالفي بي ان وتسطبه وتعمله بكل حاجه ويفتح معاك في بي ان امريكا او بريطانيا او ايا كان. انما في بعض الدول زي روسيا سوريا ربنا يكون في عونهم ويفك عنهم ازمتهم يا رب، طبعا عندهم مشاكل الانترنت كتير وعندهم هم ما بيقدروش يحملوا اي تطبيق من على جوجل بلاي، فعشان كده دايما بيدوروا عليه على الانترنت ابيك وبيحملوه. النهارده ان شاء الله هقول لكم ان انتوا ازاي تقدر تشغلوا الفي بي ان او تحصلوا على في بي ان خاص بالتليفون اندرويد بتاعكم بدون الحاجه ان انت تدور على اي تطبيق او تحمل اي تطبيق مجانا بدون اي تطبيقات او اي شيء. في البدايه طبعا احنا هنعرفكم حاجه بسيطه كده، لو انت بتستخدم تليفون اندرويد سامسونج هتتبع الطريقه دي. اول حاجه هتذهب على البراوز او الموقع تمام، موقع هتكتب هنا يو تمام فري في معلش في بي ان دوت كوم تمام. بعد ما تكتب يو فري في بعد ما تكتب يو فري في بي ان دوت كوم هيظهر معاك الموقع بالشكل ده. طبعا هو بيظهر معاك هنا في الشكل ده، عندك اللي هو البي بي تي سيرفر وعندك اليور نيم والفري. طيب ما دام احنا فتحنا الموقع بعد كده نيجي على ايه، نطلع سطح المكتب، بعد كده نيجي على الاعدادات او الضبط، بعد الضبط نروح متوجهين لمزيد من الشبكات. بعد ما ندوس على مزيد من الشبكات نروح جينا على في بي ان. لو انت بتستخدم تليفون سامسونج فقط هيطلع معاك الخيار ده، لو انت بتستخدم اي تليفون تاني اذا كان ال جي او غيره ممكن يطلع معاك وممكن ما يطلعش معاك. بس عموما يعني لو انت بتستخدم تليفون سامسونج فانت محتاج ان انت تشفر او تقفل التليفون برقم سري او اللي هو الشاشة بتاعت السحب دي. هتروح جاي على موافق، وبعد كده موافق اروح جايين على النمط مثلا، نختار اي نمط يا سيدي يعني مثلا ده، بعد كده متابعة مرة تانية تمام، بعد كده تأكيد وعمل المتابعة نكتب مثلا 1 2 3 4 5 مثلا، بعد كده تم 1 2 3 4 5 تم كده، ايه كده عملنا التشفير تمام او شفرنا التليفون. بعد كده تروح جاي على الزائد اللي فوق دي، بعد ما تيجي على الزائد هيظهر عندك طبعا بالشكل ده الاسم، اختار اي اسم مثلا كمثال فري في بي ان مثلا تمام. بعد ما اخترت فري في بي ان يفضل ان انت تختار بي بي تي بي بالشكل ده تمام. بعد كده تيجي على عنوان الخادم، طبعا عنوان الخادم ده احنا هنجيبه منين؟ لو انت جيت هنا اهو عند الموقع او جيت على الموقع ده تمام هتلاقي عندك اللي هو البي بي تي بي سيرفر، لو انت جيت عليه ومحدد عليه تروح واخده كله كوبي، بعد ما تاخده كوبي نسخ تروح جاي على الايه على البي بي سي سيلفر او اللي هو التليفون، نروح جايين كله وحاطين لصق، بعد لصق نروح دايسين على حفظ، بعد حفظ هيظهر عندنا بالشكل ده، نروح دايسين اوك او دايسين على الخيار نفسه هيظهر معانا الاسم، نروح كاتبين الاسم. طبعا يعني انت ممكن تقدر تاخده كوبي او تحفظه على طول، يعني انا هنا عندي اللي بيقول اليوزر نيم youfreevbn.com اللي هو الدومين وعندي الباسورد فري، انا طبعا ممكن اقدر اكتبهم عادي جدا. لو انا جيت هنا اهو تمام عندي بيقول لي الاسم يو فري تمام في بي ان، وعندي هنا اروح جاي كاتب فري تمام، بعد كده حافظ معلومات الحساب اروح جاي توصيل، بعد ما اروح ادهس على توصيل هنا يقول لي جرى التوصيل تمام. بعد ما اخلص او بعد ما يخلص هتلاقي عندك كده مفتاح فوق او مفتاح كده اللي هو فيه علامه كده شبه الايه، في علامه شبه المفتاح فوق، بعد ما تيجي عليها هتروح جاي وفاتح معنى صح جاي على الويب، وتروح جاي مختار ايه، لو افترضنا مثلا احنا دلوقتي عايزين نعرف الاي بي الخاص بينا يعني كده اتفتح خلاص، بس هنيجي نكتب مثلا what it's my اي بي ادريس، في موقع اسمه what's my اي بي ادريس، هنا بيقول لي الاي بي الخاص بيك اللي هو فين، اللي هو اليو كي. دلوقتي ده بقى الاي بي الخاص بيا في بريطانيا، طبعا سرعه النت كله زي ما هو، ممكن يكون اعلى سنه او اقل سنه، بس طبعا انت عندك دلوقتي الاي بي اتغير تقدر تختار او تحمل اي شيء من على جوجل بلاي. طيب بعد ما خلصنا وكل حاجه تمام، انت هنا لو انت عايز تقدر ان انت تعرف حاجه تانية كمثال، لو انت جيت هنا اهو على جوجل مثلا فتحت جوجل وكتبت مثلا فري تمام فري في بي ان بي بي تي بي
تمام، هيظهر معاك كتير قوي من السيرفرات اللي هي بتديك خدمات الفي بي ان مجانا، اللي هي الخاصه بالبي بي تي بي، زي اللي هو سكان انت عايز تشغلها على التليفون، سكان اندرويد او سكان سامسونج او غيره من التليفونات التانية. ده كان شرحنا النهارده، يا رب يكون الموضوع عجبكم. انتظرونا باذن الله في موضوع جديد مع لطيف سعيد من مدونه كريزن. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، بجانب ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشترك لقناتنا الجديده قناه كريزن على اليوتيوب. بكون مشكور لكم جدا.